بالشباب مجهر هو. انا قاعد اقرب عليه. قربي هنا. مو المكان سبحان الله العظيم على الغروب شيء جميل يا شيخ. الله يعطيك العافية، شكرا لمجهوداتك. بس تغش بعد من ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ويا السلام يا جماعة، شوفوا عشان تحكمون. الله أكبر الله بديت الكروشة. اسف خلاص ارجع نام. يو يا مشهبين، ابتسموا باقي شوي على الاذان، باقي شوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله اوقاتكم بخير. امس صار لي موقف والله يا جماعة لا احسد عليه. امس صورت فلوق كامل لقناة اليوميات، زين؟ بعدين ايش سويت؟ بعدين رحت افطر. بعد ما افطرت ما ادري كيف طلعت في السما فوق. فقدت الذاكرة. وفقدت الذاكرة حق الكاميرا. مو الذاكرة، الذاكرة. الاثنين. والله فقدت الاثنين. ماني مركز، والذاكرة يا جماعة إلى الآن من أمس ضاعت. قلبنا البيت كله. والحمد لله رب العالمين، لكن معوضين خير إن شاء الله. لدرجة إني شكيت إنك حطيتها في الصحون. قلت يمكن حطها في صحن، حطها في شيء. إني دورت حتى في الثلاجة. أنا حط أشياء في الثلاجة. يا مرسة خواتي. نعم أبوي أبو الشباب. أذكر الله. أذكر الله. قاعد يناظر نفسه. شوفوا يا جماعة، ها عشان بس الحين قاعد تمطر، شوفوا. لا إله إلا الله. عموما أسأل الله لي ولكم التوفيق في الامتحانات يا طلاب ويا طالبات. الدعاء وقت المطر مستجاب. الفكرة إن إحنا عندنا إيش اليوم يا جوجو؟ اليوم كان عندنا اللي هو نادي الملاهي المائية الرمضانية، أي شيء، أي اسم كبير. المهم قريت ورا وجودي ما خلاها والله طول اليوم بس ياخذ كرتون يدور ماما أوبنت. وش كانت هذه فعاليتنا؟ لكن خلاص بنسوي له فعالية الحالة. هنا عندها اللي هو الحروف اللغة العربية. وش مكتوب؟ زيت وذرة. قاعدين نطبخ، ها؟ وشو؟ هذا وشو؟ Life is better with cat. الحياة حلوة مع القطط. واو، وش فيكم سويتوا فيه كذا؟ يا جماعة طلع نوام درجة أولى. الله، حلوة القطوة هذه، 13,000 لون وفي بطنها سمكة. خربطتيشن اليوم، طبعا قبل الخربطتيشن بسوي لكم حاجة. خربطتيشن اليوم أنا ماني بمسؤول عنه. وأرفع يديني فوق وأقول أنا مالي دخل، صح؟ صح. يا جماعة ليه؟ اليوم فكرتها هذه، قلت أبد سوي اللي تبينه، أنا مالي دخل. الحين أنا بسوي فكرة يعني غريبة أول مرة تشوفوها. أيوة. كل رمضان لازم نسوي أفكار حلوة إن شاء الله. خلاص هذه حلوة، يلا نشوف. طيب على بال ما تسوينها، على بال ما تسوينها أنا اليوم بسألكم سؤال يا جماعة. كلمة سمبوسة ما فكرت من وين جتنا هالكلمة؟ أو السمبوسة هذه وش أصلها؟ تذكرون في فلوق اليوميات لما أقول لكم المسميات زي الله يعزكم، الشبشب من وين جتنا كلمة شبشب؟ ولا مثلا المدينة اللي أنت فيها الرياض، ينبع، الكويت، وش معناها؟ في اليوم ها؟ سمبوسة من وين جتنا؟ من الهند، صح؟ وش عرفك؟ ما أدري كذا بس من راسك، من وين جتنا كلمة سمبوسة؟ سمبوسة came from سمبوسة. الله الله عليك، الله عليك. سم يعني بعض بالانجليزي، سم. ها؟ بوسة؟ لا هو بوسة. السمبوسة يعطيك السمبوسة، يقول سم بوسة. تاخذين السمبوسة وتبوسينه، صح؟ يا سلام يا سلام، تأليف على كيف كيفك. صدقتي؟ جدي والله. يا ول حالي يا ول حالي. بوسة. جوانا عندها مداخلة حلوة، ايش هي؟ سمبوسة is not an Arabic word. تقول السمبوسة ما هي بكلمة عربية. صح، ها
هذا أول شيء. عموما أصل تسميتها يقول لك ما في مكان معين، لكن ابن بطوطة الرحالة ذاك الكويس ذكر في كتابة يقول إني كنت في زيارة للهند إلى أحد السلاطين، يقول قدموا لنا على الغداء جريش، لا قدموا له يقول لك طبق من العجين مثلث الشكل محشو باللحم واللوز والحركات هذه، يقول كأنه يوصف السمبوسة اللي بوقتنا الحالي. فبداية قد تكون السمبوسة أصلها هندية، والسمبوسة في الهند تسمى سموسة. سموسة صح؟ هذا اللي خلصناه قلنا برافا وراحت. فهذه معلومة بسيطة عن أصل كلمة سمبوسة. زين؟ احنا في كل رمضان نسوي أسئلة ونسحب للفائزين وما إلى ذلك، لكن نسينا من الفهاوة في الفلوق الأول حق رمضان. أنا اليوم عندي سؤال، والفائز إن شاء الله في الفلوق اللي بعد هذا بنسحب للفائز جائزة 300 ريال سعودي. حلو حلو. سؤالنا، في طبق مشهور في رمضان مثل السمبوسة عند أهل المدينة المنورة، هم اللي متفردين وهم اللي جابوها واخترعوها وكل شيء، ما هو اسم هذا الطبق؟ لا لا جاوب. لا وش المتابعين خلاص. طيب ما أخذ جائزة ولا شيء؟ إذا بأخذ جائزة نجاوب. ها؟ أنت ما بتأخذي جائزة. خلاص ما نجاوب. أو أوريهم وش سويتي؟ أوريهم. والله؟ مش مستعدين؟ يلا خلني اوريكم الكارثه اللي سوتها خاخا. ها يلا تعال شوف يا جماعه. يا جماعه لا تسوون زيها. كيوت بيبيز. بنسوي بيبيز بالله. يا ويل حالي، هذه كيف اكلها انا؟ لحظه لحظه، يا ويل حالي ولسه على المهد. وهذه تغمز. ها شفتوا ايش سوت خاخا يا جماعه؟ الحين وشو؟ لا احنا قلنا خربطت. ايش نبغى نكون؟ هذا خلطيش. ايوه وشو؟ طيب عجينه ونقانق بس. ايه بس حب اسود. حب ساده. دي يو غانا ايت ات؟ عادي ما حياكله بنت الحلال. حسيت بحنان وعطف. ابغى اربيهم. لما اربيهم وش يصيرون؟ شاورما صاروخ. وش بيصيرون؟ شاورما فلافل. فلافل. والان مع ريما تعلمنا كيف نسوي بيبي دوغ. لا لا بيبي. استغفر الله. نسميه ايش؟ بيبي هات دوغ. بيبي هات دوغ. يا البيبي كلب الحار ما يجي. بيبي نقانق. بيبي نقانق صح 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 عليك. اول مره يطلع منك شيء كويس. لا شيخ دائما تقول صح. صح يلا ايوه ناخذها ونحطها على العجينه. حلو ايوه بعدين نغطي توتوريال. ايوه كذا. ايوه بعدين شماغ ذا ما عاد صار. هنا لازم ندخل يده. ايوه بعدين نسحبها زي كذا ونلف. لا ينكتم لا ينكتم. بسم الله على ولدنا. ايوه زي كذا. يا ويل حالي والله اني جوعان. لا بعدين ناخذ حب بالحبه السوداء. حبه سوداء نحطها عيون. شكرا. تاكلينها يا جوانا؟ ها انا باكلها. نو نو اجل ليش؟ يس اي ويل. تاكلينها؟ يس. يا سلام يا اختي عليك. وش نسميه؟ خلاص خلاص. ويا سلام. شوف عندنا هنا شربة جريش باللحم ولا شربة حب؟ بعض الناس يسميها كذا بعض الناس يسميها كذا. ما شاء الله. باني مانكي. ما في كورن فليكس. هذه اللي تبي كورن فليكس. هذا يا جماعة مو بكتاب أطفال. أنا أنصح الناس اللي معاهم قطط في البيت، Life is better with cat، الحياة حلوة مع القطط. ترى هذا كتاب يعلمك وش الحساسية. إيه هي كاتس يا بابا كاتس زيك كذا. وش يأكلوا وش يتأثروا فيه؟ قطوة. قطوة وش الأشياء اللي تأثر وما يتأثر؟ فهو كتاب يعني مفيد. Instructions للدكتورة البيطرية جوانا، لأن هذا أحد تقول لك خطتي في المستقبل أكون دكتورة الحيوانات. شافت فيلم وثائقي في ناشيونال جيوغرافي وخلاص حطت في راسها الفكره. فهي ملكه القطط في البيت. ها وشو؟ مونكي. وش دخل القرد؟ ما عندنا قرد يا بابا. اخذ جبنه. اخذ جبنه. وش بتسوون؟ خليه نحل وحطيتوهم على السرير. اوكي ممتاز. بقطعها في المونتاج.
طلعوا العيال طلعوا ايش ذا عيالي او ماي جاد حلوين ما شاء الله ريحه حلوه عيونهم طارت يا سلام يلا 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 بيأذن المغرب بيأذن المغرب يا ناس يا ناس دافين يلا 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 استغفر الله العظيم ما ادري كيف بناكل ذي يلا بسم الله يلا خذيها يا بابا يا سلام كذا بتكتمل بعد شوي سفرتنا يلا 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 بسم الله اذن اذن حبايبي الان نصلي وبعدين نرجع للشوط الثاني قول بسم الله يلا اللهم انك صمت على رزقك يا افطرت خلاص لا يا شيخ يا سلام يا سلام يلا ادعي قهر محترق ترى خاخة الى الان مي راضية تسوي سمبوسة لنا يومين تقول عشان لا يحترق لا سوي خلاص خلاص شكرا لك سويت اول يوم يلا الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله صلاة يا سلام يا سلام اليوم حطينا مع السفرة عدس حلو حلو خلي عيالنا لو سمحت يلا حبايبي يلا حبايبي كل واحد يذوق بالشطة بابا ايش العنف هذا قولوا بسم الله سمى بالرحمن حلوة صح ما شاء الله العيال خلصوا لا باقي لك اثنين توام ايه باقي لك توام اتمنى يعجبكم هذا الفيديو وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا من اللايك والشير والسبسكرايب واهم شيء سبسكرايب باي اوووو بيبيز اوووو يا سلام